كل شيء كيتفرج وكل شيء مكونسونطري هنا مع راسو الطياره، وهذه تقريبا غادي تكون اطول رحله عندي، يعني اطول رحله عندي هي هذه ان شاء الله. فعلا لو طابش. المهم يلا وجدت التشكيله ديالي، ها هي خديت وحده جديده البيسي وداكشي اللي كنحتاج الشكرا، وبطبيعه الحال ما ننساش نبارطاجي معكم هذا الباور بانك اللي هو من احسن لي باور بانك بالنسبه ليا. فيه واحد لاباري ها هي هنا تقدر تيستي بها سميتو لي شارجور وداكشي، وكذلك زوين. وهذا الباور بانك هو الوحيد اللي تتحلو تتلقاه يعني كومبلي، يعني من الباكيه تتحلو تتلقاه كومبلي، قليل الشارجوات لي باور بانك اللي تتحلو تتلقاه كومبلي كامل، يعني عامر فيه 100%، يعني ممكن تحلو من الباكيه تخدم به بلا ما ديرو تشارجا بلا والو، حيت الا درتي تشارجا اصلا تيقول لك عامر، و كيبقى معاك مده طويله، يعني ممكن تشارجي وتخوي تشارجي وتخوي. خدمت به جربت به، السميه ديالو هي هذه اللي بغاه، ها هي نحاول نقل هذه اللي بغاه، هيا فيه جوج يوسبيات اوبي. المهم هذا غنديه معايا تنوجد تنبريباري لواحد الرحله باش نحيدو كيما قلت لكم الملل والروتين، واحد الصافره اللي غتشوفوها ان شاء الله في القناه اوفيسيال هذه تاع ستوريات، ونقدر نبارطاجي معكم بالعشيه البايزه ديالي واشنو ديت فيها. وهاد الرحله هذه الصافره هذه غادي تكون طويله شويه ان شاء الله، وتقدر تكون خارج المغرب، يعني خارج المغرب ان شاء الله. يتمنى يعجبكم هاد الستوريات ولا هاد البارطاج اللي بارطاجيت معكم، باش مره نلوح لكم دي فيديو هكا بلا مونتاج بلا والو، سبونتاني يعني عاديين في هاد القناه هادي، وهكا نبقى نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج وممكن تستافدوا منهم. هادشي اللي كاين اخوتي، ونتشوفوا بالعشيه ولا ان شاء الله من يكون غادي خارج. انا عاوتاني في المحطه ديال مزيان في الدار البيضاء، البلاصه اللي دوزت فيها الطفوله ديالي، يعني قريت فيها وكبرت فيها يعني تال تقريبا عام دابا باش تحولت لأكادير، ولكن ماشي هذه المحطة ديالي فين غندور، مازال غادي عندي الغول في مطار محمد الخليل مع الثلاثة قد، وإن شاء الله غنمشيو لجافرا نشدو الطيارة غنكتشفو معايا البلاد. أطول رحلة غندير هي أطول رحلة، غنخوي البلاد اليوم. سلام الخوت، أنا في سميتو في كازا فواياجور، الله قطعت البيت ديالي، هذا هو البراق، مازال إن شاء الله غنركبو فيه. دي شي فرصه ونركبوا فيه مجموعه نعاود ثاني في شي فلوغ الا من نكونوا غادي طنجه. مقصف ما عرفتش كتبين فيه مقصف، هما هذا هو تران البراق، هو كما كتشوف ورايا زوين في الديزاين ديالو. ساعتين من هنا لطنجه، انا ما عمري ركبت فيه ولكن مازال غنركب فيه شي خطره. المهم السلام الخوت، دخلنا في المطعم كان داك الشيء غالي، ما كاينه 50 100 درهم، وخرجنا ناكلو مرقة بالدجاج نفسي. يا سلام غادي نتحركو، واش 10 درهم 100 درهم ولا 200 درهم راه بزاف، والله الا بزاف. السلام الخوت، انا دابا فيا العطش، اش نقول لكم فيا العطش صاحبي، اللي منو دار لي والو فيا العطش. Please give me water. Please give me water. هذا هو هذا. ما كنا ديال الحبة صاحبي. مش جودين أخوش ما حد مزيان. ما يعرف. Please give me water. كيف والله إلا عطش. أخوتي راه كاع شفتوني ما تنصور الفيديوهات عرفوا فين راه الباترون، راه الباترون هو اللي كيصور دابا. لا هذا عطاه اللي نصور ما هذاش لا راه ما غاديش نقول. السلام لا فامي، كي داير؟ لاباس عليكم، كلشي بخير غادي اليوم غادي لاباس. قربنا ننزلو، عرفتي راه عييت بغيت عييت، نهار من اكادير والعشيه كامله في الطياره شي 6 السوايع، قربنا ننزلو غادي نعرفو بلاصه فين غادي نبارطاجي معاكم كلشي. هاد العين حمرا بليا، المهم تكيت واحد ساعة في المغرب، وانا دابا في فيس ديال بطبيعة الحال ولي كيبان لكم صغير هكا، كان زوين صغار زوين، توصلي اليوم توصلو شي تقرب نزلو صابون نقدرو نسمعو وغادي نكون كتشد الدولار.
داكشي زوين قربنا ننزلو هذا هو المهم. السلام عليكم خوتي، يلاه وصلنا لاسطنبول، واسطنبول من بين اكبر المطارات في العالم. يعني حنا دابا في تركيا، مطار اتاتورك اسطنبول زوين زوين كيعجبني، حيت مطار نقي وكبير، يعني متشاف فيه، فين تسالا فيه محسن، فيه بزاف ديال الحوايج، هادشي باش كيعجبني. نبارطاجيو معكم شي لقطات هنا من المطار، وشنو غنتعشاو عندنا الخروج هنا مع 11 وقيله بالضبط شي حاجه، دابا راه شي 10 وشي حاجه، حيت الساعة كتبدل الخوت، الدار لينا فيها شي 7 دابا عندكم نتوما ولا 8، نقدر نحل لكم الفيديو دابا إلا لقيت شي وشي مزيان. وهنا راه عندنا حنا 10 وشي حاجة، يعني خصنا نسربيو ونمشيو للفود الآخر بحال والو مع هبطنا مع غنطلبو، حيت إلا تبدلت الساعة كنمشي على الساعة المحلية، المحلية دابا فيها راه بين القرى بين تركيا والمغرب شي ساعتين السوايع معرس، مافهمتش. المطار كيما كتشوف تبارك الله راه عرفتي غا هاد الطوالة باش تضربها راه طوالة قداش طوالة، داكشي طويل نيت. لا إلا جيتي لتركيا من ضروري تاخذ الحلوة ولا الشوكولاتة التركية، هادشي زوين. يا سلام يا سلام يا سلام بحال هادشي هنا. المهم عندهم أشكال الحلوة وديك النوغا، أنا نوريكم هادشي زوين زوين. الثمنات اخوتي اللي ما عرفت كي دايرين، المهم حتى شفت هادشي ما دايرينش عليه الثمنات، بغيت نبارطاجي معكم. الناس اللي غادي تسول على الثمنات ولا داكشي، راه كاينين الثمنات بحال هادي 29 اورو بحال هادي، المهم كل حاجه فيها الثمن ديال هادي 29 اورو، يعني شويه قاصحه 30000 فرانك، يعني 300 درهم في هاد اللوز، ولا شري كيلو كركاع كما درنا انا والباترون وكيلو اللوز وزيد ليه السكر بحال هادي. ها انتم شوفوا 29 كل هادي كتقلبها وقلا كتلقى فيها الثمن زوين. كل حاجه هذه 22، يعني 220 درهم، المهم كل حاجه بالثمن ديال هذه 22. لكن هذه اخواتي 22 4، هذه راه ما بهاش، هذه راه 4 1 2 3 4 6 4 الشكل، هذيك تي واقيلاك 4 صحابو شبكية، هذه راه 4، هذه تي 4 4 الشكل، يعني هذو كاملين اللي فيهم الثمن بحال دابا 22 4 1 2 3 4، يعني راه مزيانه كلشي، هادو 4 2 3 4 والاخرين حتى هما موديلات اخرى فيهم 4 1 2 3 4 هناك زرت. المهم حاجه اخرى فاش كنجي هنا ضروري كنجي كندير شويه الريحه كنتريح، هنا كيكون عندهم روايح زوينين لي مارك زوينين، ما ننساش انني كنت ضروري نشوف شي روايح بحال هكا ولا شي حاجه ندير منها شويه عاد نطلع في الطياره نمشي بلا بعدا مريح مع الطرف، نمشي مريح مع راسي وعاد غنمشيو نشوفو شي حاجه غناكلوها. المهم هادشي حتى المطار عندهم زوين والناس محترمين وما كاينش اللي يبرصتك وما كاينش اللي يديرونجيك، صور خذ راحتك كاين حتى مشكل، عكس بلايص اخرين عكس بلايص اخرين فيما مشيتي كديرونجي، هادشي اللي كاين. شي من مرقة بحال قبيلة الباترون كيضحك، ولقينا شي من مرقة حق ربي حتى نخرج من المطار ونمشي عندي نضربو عند عود ثاني هادشي لحم بالراس ولا اللوبيا. ولكن اخوتي راه إلا ما كليناش غنطيح حيت ستريس، أنا نتيستيه نقول لكم كيدير هادشي، وراك عارف دوك الخبيزات باردين معرفت ديال السيمانة. الباترون كياكل الحريق حتى المهم ما عرفت كاع يمكن تصوب الله اعلم. انا في واحد المذاق فين بحال لابنين، واحد المذاق
بحال الا بني هو مبني حتى هنا ولد عليها حرام عندك كتشوف القدران السكريات هنا دابا والدون هادشي اللي بان ليها كان في البوا جميلة كاينة البوامة كما غتسالي باش طيبة المهم جميلة تبع جميلة المهم حتى البلاصة اللي غنمشيو ليها حيت هنا دابا ليسكال غندور شويه هنا في المطار وغنتحرك البلاصة اللي غنمشيو ليها دابا تعرفوها شي 12 ساعة ولا شي 12 ساعة ولا 13 ساعة ديال الطيارة يعني أطول رحلة بالنسبة لي الطيارة 12 ساعة ولا 13 ساعة في السماء الله يوفقنا على خير نبارطاجيو معكم واحد الثاني تما ولا مثلا اللي كتمشي الماكلة والبلاصة اللي غنمشيو ليها نقلبوها كاملة نور بطاطرون ما كاينين البوامل كاملة تبعها كاملة